ribonucleic acid or RNA. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالـ RNA سواء الـ structure، كمان هنتكلم على الـ difference ما بين الـ DNA والـ RNA، بعد كده هنتكلم على الـ function of RNA، وكمان هنتكلم على الـ different type of RNA present inside the cell. كل الأنواع الموجودة داخل الخلية هنتكلم عليها بالتفصيل سواء الـ structure أو الـ function لكل نوع. الـ ribonucleic acid أو الـ RNA هو عبارة عن بولي نيوكليوتايد، احنا بنسميه لينير بولي نيوكليوتايد بوليمر من النيوكليوتايد في سنجل ستراند، ودايما الـ RNA بيبقى سنجل ستراندد عبارة عن ستراند واحدة، وبيحتوي على البنتوز شوجر المكون من الريبوز، بيبقى في الـ DNA دي أوكسي ريبوز، إنما هنا بيتكون من الريبوز. النيتروجينس بيزس بيتكون من البيورين اللي هو بيشمل الأدينين والجوانين، وكمان البيرميدين اللي بتشمل السيتوسين واليوراسيل. اليوراسيل هنا بيعمل ريبليسمنت للسيمين، السيمين ما بيبقاش موجود في معظم الـ RNA. وزي ما احنا شايفين النيوكليوتايد بتتكون من الثلاث أجزاء اللي قلنا عليهم، الفوسفيت جروب، البنتوز شوجر، والنيتروجينس بيز. والبنتوز شوجر هنا مميز لأن هو ريبوز شوجر بيحتوي على الهيدروكسيل جروب اللي هي الـ OH جروب الموجودة عند كربونة رقم 2، وكمان موجود النيتروجينس بيزز زي ما قلنا، بتختلف نتيجة لوجود اليوراسيل مكان الثايمين. وبالتالي الـ RNA هو عبارة عن single stranded polynucleotide chain زي ما احنا شايفين، عبارة عن single strand بيحتوي على كل الكونستيتوينت الموجودة في الـ DNA اللي هي عبارة عن الشوجر والفوسفيت جروب والنيتروجينس بيز. زي ما احنا شايفين الباك بون بتاع السنجل ستراند المكون من الفوسفيت جروب والريبوز شوجر، وبيبقى موجود على الجنب النيتروجينس بيزز المكونة من السيتوزين واليوراسيل والجوانين والأدينين. عشان كده بيبقى فيه اختلافات كتيرة جدا ما بين الـ DNA والـ RNA. ما بنيجي نعمل كومباريزن ما بين الـ DNA والـ RNA، أول حاجة نيوكليوتايد شوجر اللي هو البنتوز شوجر في الـ DNA بيبقى ديوكسي ريبوز، في الـ RNA بيبقى ريبوز شوجر. الحاجة التانية هي النيتروجينس بيز، في الـ DNA بتحتوي على الأدينين سيتوزين الجوانين والسيمين، بينما في الـ RNA بتشمل الأدينين والسيتوزين والجوانين واليوراسيل. الأيتم اللي بعد كده اللي هو number of strand، الـ DNA بيبقى دبل ستراند بينما الـ RNA بيبقى سنجل ستراند. اللوكيشن انسايد ذا سيل، الـ DNA دايما بيبقى موجود داخل النيوكليوس، الـ RNA بيبقى موجود في النيوكليوس وفي السيتوبلازم عشان يقدر يقوم بالفانكشن بتاعته. الـ types of RNA عندنا 3 types من الـ RNA، احنا بنسميها المين تايب من الـ RNA، بتشمل المسنجر RNA، الترانسفير RNA، والريبوزومال RNA. ثلاثة بنسميهم المين RNA، إنما في أنواع أخرى بتبقى ماينور موجودة داخل السلسلة. هنبتدي بالمسنجر RNA اللي احنا بنختصره بال mRNA، وظيفته إن هو بيعمل كارينج للجينيتك انفورميشن اللي بتبقى موجودة على الـ DNA، وبيحصل لها كابينج أثناء عملية الترانسكريبشن، وبتبقى موجودة على المسنجر RNA. والجينيتك انفورميشن بتبقى عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الجينيتك كود اللي تبقى مكونة من 3 base code. كل genetic code مكونة من 3 base sequence، وكل genetic code بتبقى specific for particular amino acid، بمعنى ان كل 3 base sequence اللي احنا بنسميها genetic code بيحصل لها translation بعد كده في السيتوبلازم داخل الريبوسوم for particular amino acid. النوع الثاني وهو الترانسفير RNA بنختصر بال tRNA، هو له دور مهم جدا في عملية الريدنج للجينيتك كود الموجودة على المسنجر RNA. احنا بنعتبره ككي اللي بيقرأ الجينيتك كود الموجودة على المسنجر RNA. وكل واحد من الترانسفير RNA بيعمل بايننج مع سبيسيفيك امينو اسيد، وبعد كده بيعمل كارينج للامينو اسيد من السيتوبلازم وبيوديه للريبوسوم عشان تحصل عملية الترانسليشن. النوع الثالث هو الريبوسومال RNA، احنا بنختصره بال RNA. ريبوسومال RNA بيبقى دايما كومبايند او اسوشيتد مع البروتين وبيكون الريبوسومز. والريبوسوم وظيفتها ان هي بتعمل موفمنت على المسنجر RNA
عشان تقرأ الجينيتك كودز الموجودة على المسنجر RNA، وبالتالي بتعمل كاتاليسيز للأسيمبلي أوف أمينو أسيد، بتجمع كل الأمينو أسيد عشان يحصل لها أسيمبلي وتكون البروتين. كمان الريبسومال RNA بيعمل بايندينج مع الترانسفير RNA، وكل نوع من الترانسفير RNA بيبقى محمل بسبيسيفيك أمينو أسيد على حسب الكودز أو الجينيتك كودز الموجودة على المسنجر RNA. هما بنجمع المعلومات كلها عن الثلاث أنواع الرئيسية من الـ RNA. أول نوع اللي هو المسنجر RNA بنختصره الـ mRNA، وده وظيفته codes for protein، بيبقى عليه الجينيتك كود اللي بعد كده بتكون البروتين. النوع الثاني اللي هو ريبوسومال RNA بنختصره بـ rRNA، وظيفته عملية الترانزليشن داخل السيتوبلاست. النوع الثالث هو الترانسفير RNA بنختصره بالـ tRNA، وظيفته كمان في عملية الترانزليشن. دول ثلاث أنواع رئيسية من الريبونيوكليك أسيد أو الـ RNA الموجودين داخل السيتوبلاست. الـ RNA بالإضافة للفانكشن اللي احنا ذكرناها قبل كده، كمان بيبقى ليها another function، it act as a catalyst of a reaction. وبالتالي بنلاقي بعض الـ RNA زيها زي البروتين can have enzymatic activity، بتقدر تشتغل زيها زي الانزيمز اللي هي تبقى مكونة من البروتينز. وامثلة ذلك بعض أنواع الـ RNA بتشتغل as ribonucleases. ribonucleases وظيفتها ان هي بتعمل cleaving للاذر RNA molecules، معناها ان هي بتعملها splicing او بتقطعها في مناطق معينة عشان تقوم بالفانكشن بتاعتها. فدي اول فانكشن اللي احنا بنسميها ribonucleases. المثال الثاني وهو البيتيدايل ترانسفريز، وده عبارة عن انزيم بيبقى موجود في البروتين سيسز، وهو بيتكون من الـ RNA. عشان كده يبقى الـ RNA بالإضافة للدور اللي بتقوم بيه في نقل الجينيتك كود من النيوكلس للسيتوبلازم، وكمان عملية الترانسليشن لها انزيماتيك فانكشن أو كاتاليتيك فانكشن. الـ RNA structure زي ما قلنا الـ RNA عبارة عن single stranded polynucleotide molecule. single strand مكون من العديد من النيوكليوتايد زي ما احنا قلنا، والسنجل strand بتاخد اكتر من استراكشر، بتبقى موجوده على 3 ليفلز. الليفل الاولاني بنسميه برايمري استراكشر، وده بيتمثل في السيكونس اوف نيوكليوتايدز. الليفل الثاني هو السكندري استراكشر، وده عباره عن الهيربين لوبس واللي بيحصل فيها بيس بيرنج. الليفل الثالث وهو تيرشري استراكشر، وده عباره عن ستايل او شكل 3D فولدنج، شكل ثلاثي الابعاد بيحصل فيه فولدنج للـ RNA. فعشان كده يبقى الـ RNA هو سنجل ستراند، ولكن السنجل ستراند بيحصل لها فولدنج على بعضها في اكتر من ليفل. الليفل الاولاني بنسميه برايمري استراكشر، الليفل الثاني بنسميه سكندري استراكشر، والليفل الثالث بنسميه تيرشري استراكشر، وهنتكلم عن كل استراكشر منه بالتفصيل. والثلاثة ليفل من الستركشر للـ RNA بيحصلوا نتيجة لوجود الريبوز شوجر. الريبوز شوجر زي ما احنا قلنا بيحتوي على الهيدروكسيل جروب اللي هي الـ OH جروب الموجود على الكربون رقم 2. الهيدروكسيل جروب بتشتغل كأكسبتور وكمان بتشتغل كدونر، بمعنى ان هي عندها القدرة ان هي تعمل الهيدروجين بوند زي ما احنا شايفين، بيبقى في الـ OH في يمة واليمة التانية بتبقى فاضية، وبالتالي بتقدر تعمل هيدروجين بوند في اليمة التانية. عشان كده الـ OH group make الـ RNA backbone sticky، بمعنى طالما الهيدروكسيل جروب بتقدر تعمل هيدروجين بوند، وبالتالي بتخلي السنجل ستراند RNA بتعمل فولدنج على بعضها، نتيجة لأن الباك بون بيلزق مع بعضه بالهيدروجين بوند. عشان كده بيبقى فيه السكندري ستراكشر والتيرشري ستراكشر، ودي ميزة بتبقى موجودة في الـ RNA مش موجودة في الـ DNA، نتيجة لوجود ريبوز شوجر اللي بيحتوي على الهيدروكسيل جروب. ونتيجة لوجود الهيدروكسيل جروب اللي بيبقى لها sticky properties، بنلاقي ان السنجل strand بتعمل loop back on themselves، بتلف حوالين نفسها، عشان كده بتدي فرصة ان النيتروجينال سبيس بتعمل pairing مع الاوبزيت سايد، بحيث ان الادينين بيعمل بيس بيرنج مع اليوراسيل، والجوانين بتعمل بيس بيرنج مع السيتوزين. زي ما احنا شايفين بنلاقي ان نتيجة لعملية اللوبينج بنلاقي ان النيتروجينال سبيس بتتحد مع بعضها اللي احنا بنسميها البيس بيرنج في اماكن محدده على الـ RNA. ونتيجه لعمليه البيس بيرنج اللي بتبقى اكستنسيف بيس بيرنج، مجموعه كبيره من البيزز بتتحد مع بعضها
عشان كده بتدينا السكندري ستراكشر والتيرشري ستراكشر. الشكل اللي هو موجود قدامنا ده اللي احنا بنسميه السكندري ستراكشر والتيرشري ستراكشر. الرسمه الاولانيه دي اللي هي البرايمري ستراكشر اللي هو عباره عن السيكونس اوف نيوكليوتايد جنب بعضها. الشكل الثاني ده هو السكندري ستراكشر بيحصل فيه لوبينج او فولدنج للسنجل ستراند حوالين بعضها نتيجه للبيس بيرنج. والشكل الثالث هو التيرشري ستراكشر وده بيدينا ال 3D موديل بيبقى شكل ثلاثي الابعاد زي ما احنا شايفين. والاشكال اللي بتحصل سواء السكندري ستراكشر او التيرشري ستراكشر بيبقى مهمين جدا فور ار ان اي فانكشن، بمعنى ان هي بتساعد الار ان اي ان هو يقوم بالفانكشن بتاعته نتيجه للشكل الموجود قدامنا ده، لانه بيجي على مناطق معينه وبتبقى اكسبوزد زي منطقه الانتي كودون، منطقة محددة بتقدر تقرا الكودز الموجودة على الماسنجر ار ان اي. فعشان كده السكندري والتيرشري ستراكشر بيبقى امبورتنت فور ار ان اي فانكشن. والشكل ده بيبين الفرق ما بين البرايمري والسكندري والتيرشري ستراكشر. برايمري ستراكشر هو عبارة عن السيكونس للنيوكليوتايد في سنجل ستراند، بينما السكندري ستراكشر بيحصل فولدنج للسنجل ستراند نتيجة للبونز اللي بتحصل في الباك بون، والبوند هنا بتبقى مونوفيلنت بوند نتيجة لوجود البوتاسيوم، فبيعمل كونكشن او بوند ما بين اجزاء مختلفة من السنجل ستراندد ار ان اي، وبالتالي بتظهر بالشكل ده اللي احنا بنسميه السكند ستراكشر اللي بيبقى فيه اكتر من لوبس اللي هي الدوائر الموجودة زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. التيرشال ستراكشر كمان بيحصل فيه بوند اخرى بنسميها دايفيلنت بوند نتيجة لوجود المغنيزيوم آيون اللي هو بيبقى دايفيلنت كاتاينز، بيعمل بوند اضافية بالاضافة للبوتاسيوم بوند، وعشان كده بيعمل مور فولدنج للار ان اي وبيحوله للتيرشري ستراكشر. عشان كده باين الفرق ما بين برايمري ستراكشر السكندري ستراكشر والتيرشري ستراكشر. وزي ما قلنا وجود ثلاثة ليفل من الستراكشر بيؤدي او بيساعد الار ان اي عشان يقوم بالفانكشن بتاعه. هنتكلم على اول نوع من المين ار ان اي وهو المسنجر ار ان اي. المسنجر ار ان اي بيحصل له فورميشن داخل النيوكليوس بواسطه الار ان اي بوليميريز، هو اللي بيقدر يعمل برودكشن للمسنجر ار ان اي عن طريق عمليه بنسميها ترانسكريبشن. في البدايه بيدينا لارج برايمري ترانسكريبت احنا بنسميه هيتروجينس نيوكليير ار ان اي وبنختصره بالاتش ان ار ان اي. زي ما احنا شايفين بعد ما بيحصل عملية ترانسكريبشن أول جزء بيطلع بنسميه هيتروجينس نيوكليار ار ان اي، بيبقى لارج في السايز وبيحتوي على أماكن مختلفة، بعض الأماكن بنسميها الإكسونز والأماكن الأخرى بنسميها الإنترونز. الإكسونز عبارة عن سيكونس وزن ترانسكريبت بيبقى ثابت في الترانسكريبت، بمعنى إن هو بيبقى ثابت من أول ما بيحصل ترانسكريبشن وكمان بيبقى ثابت في الماتيور ار ان اي اللي بيخرج من النيوكليوس. الجزء ده بنسميه الاكسونز، بينما الجزء الاخر وهو الانترونز عباره عن سيكونس بيبقى موجود في الهيتروجينس نيوكليار ار ان اي اللي احنا بنسميه البرايمري ترانسكريبت، ولكن الجزء ده ما بيبقاش ثابت بمعنى ان هو بيحصل له ريموفال بعد كده وما بيبقاش موجود في الماتيور ار ان اي اللي هو بيخرج من النيوكليوس. زي ما احنا شايفين في الشكل بنلاقي ان البرايمري اللي احنا بنسميه الهيتروجينس نيوكليار ار ان اي بيبقى طويل، بينما بعد كده لما بنشيل منه الانترونز بنلاقي السايز بتاعه بيقل، بعد كده بيتحول للماتيور ار ان اي اللي بيخرج من النيوكليوس وبيروح للسيتوبلازم. عمليه قطع او ريموفال للانترونز بنسميها البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن، بمعنى ان هو بيحصل موديفيكيشن او تغيير في الكونستيتوينت بعد عمليه الترانسكريبشن. أثناء عملية البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن للار ان اي زي ما قلنا بنلاقي في مجموعة من الاكسونز ومجموعة من الانترونز تبقى موجودة في الاماتيور ار ان اي اللي احنا سميناه البرايمري ترانسكريبت او بنسميه بري سبلايسد اللي هو قبل ما يحصل له سبلايسنج او ريموفال للانترون. بعد كده بيحصل اديشن للكاب والتيل. الكاب بتبقى موجودة في الفايف برايم اند بنسميها الكاب او الراس للمسنجر ار ان اي، والناحيه الاخرى بنسميها التيل او البولي اي تيل بيبقى موجود في ال3 برايم اند.
بعد كده بيحصل عملية splicing أو removal للإنترون، وبعد عملية الريموفال بيبقى موجود الإكسونز فقط، بتبقى موجودة في السنتر بالإضافة للكاب عند الفايف برايم إند والبولي تيل الموجود عند الثري برايم إند، وده اللي احنا بنسميه الماتيور آر إن إيه، وده اللي بيخرج من النيوكلس. فكل عملية splicing دي نسميها البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن أوف آر إن إيه. المسنجر ار ان اي بيختلف في البروكاريوت والايوكاريوت. البروكاريوتيك المسنجر ار ان اي بيحتوي على المالتيبل ترانسليشن ستارت سايت، او بنسميها البوليسيسترون، بمعنى ان المسنجر ار ان اي الواحد بيقدر يعمل كودنج لاكثر من بروتين، زي ما احنا شايفين بروتين 1 بروتين 2 بروتين 3، فبيقدر يجمع الاكسون في اكتر من منطقة، وكل منطقة بتعمل ترانسليشن لنوع معين من البروتين. ده موجود في البروكاريوت زي البكتيريا. بينما في الايوكاريوت المسنجر ار ان اي بيبقى عليه سنجل ترانسليشن ستارت سايت، اللي احنا بنسميها المونوسيسترون، بمعنى ان كل مسنجر ار ان اي بيعمل كودنج لسنجل بروتين اللي هو بيبقى موجود في السنتر، عبارة عن مجموعة من الاكسون مع بعضها بتعمل كودينج لنوع واحد من البروتين، واحنا بنسميها سنجل ترانسليشنال ستارت سايت. عشان كده في اختلاف ما بين البروكاريوت والايوكاريوت مسنجر ار ان اي. لما بنبص على الشكل التفصيلي للستراكشر اوف ماتيور مسنجر ار ان اي الموجود في الايوكاريوتيك سيلز، زي ما قلنا بيحتوي عند الفايف برايم اند بيحتوي على الكاب اللي هي تتكون من الجوانزين تراي فوسفيت، ومن الناحيه الاخرى اللي هي الثري برايم اند بيبقى فيها التيل اللي احنا بنسميها البولي اي تيل، بيتكون من مجموعة كبيرة جدا من الادينين. فيبقى عند الفايف برايم اند بيبقى الكاب، وعند الثري برايم اند بيبقى التيل. بعد كده بنلاقي الانترانسليتد ريجون، بعد الكاب بيبقى في منطقة بنسميها الانترانسليتد ريجون، وكمان قبل المنطقة التيل بيبقى في انترانسليتد ريجون. دي عبارة عن منطقة ما بيحصلهاش ترانسليشن داخل السيتوبلازم، عشان كده بنسميها الانترانسليتد ريجون، وهي موجودة في ناحيتين، ناحية الكاب وناحية التيل، ووظيفتها الحماية، هي بتحمي الجزء الموجود في السنتر اللي بيحصل له كودينج، بالإضافة لوجود الكاب وكمان وجود التيل. كل ده بيبقى حماية للمسنجر ار ان اي أثناء خروجه من النيوكلس، لأن أثناء الخروج من النيوكلس لو مش موجود الكاب والتيل بيحصل له سبلايسنج أو تكسير بالار ان ايز الموجود في السيتوبلازم. الجزء اللي بيحصل له كودنج اللي احنا بنسميه البروتين كودنج سيجمنت بيبتدي من الستارت كودون، وفي نهايته بيبقى موجود الستوب كودون، وبالتالي داخل الرايبوسوم اثناء عمليه الترانسليشن بنلاقي ان الرايبوسوم بيبتدي من الستارت كودون عمليه الترانسليشن وبينتهي عند الستوب كودون، وبالتالي بيكون البروتين. فده الشكل التفصيلي للماتيور مسنجر ار ان اي في الايوكاريوت سيلز. زي ما قلنا المسنجر ار ان اي وظيفته ان هو بيشيل الجينيتك كود بعد عمليه الترانسكريبشن، وبعد كده بيخرج من النيوكلس ويروح للرايبوسوم عشان تتم عمليه الترانسليشن. زي ما قلنا الجينيتك كود الموجوده على الار ان اي بتبقى سيريز من الجينيتك كودز، كل كود بتبقى عباره عن 3 بيزز، وكل 3 بيزز بتعمل كودنج لسبيسيفيك امينو اسيد. فيبقى المسنجر ار ان اي بيحصل له ترانسكريبشن داخل النيوكلس، بعد كده بيخرج ويوصل للسيتوبلازم لحد ما بيوصل للرايبوسوم. النوع الثاني من المين ار ان اي الموجود داخل السيلز هو الترانسفير ار ان اي. الترانسفير ار ان اي بيبقى له سبيشال ستراكشر احنا بنسميه كلوفر ليف لايك ستراكشر. كلوفر ليف لايك او شيب، ده بيبقى شكل مشابه لأوراق بعض النباتات، بيبقى لها شكل ثلاثي بالشكل ده، عشان كده هم بيشبهوها كأنها ورقة شجر. هو طبعا بيبقى سنجل ستراندد، وظيفته ان هو بيعمل كارينج لسبيسيفيك امينو اسيد من السيتوبلازم وبيوديه للرايبوسوم، بحيث ان هو بيساعد في عملية الاسمبلي للامينو اسيد اللي بتكون بروتين. الترانسفير ار ان اي مولكيول بيبقى ريلاتيفلي سمول، بيبقى حجمه صغير حوالي 80 نيوكليوتايدز، ودايما بيبقى داخل التركيب بتاعه بعض الموديفايد نيوكليوتايد الموجوده على اليمين وعلى الشمال في منطقه اللوبز، وهنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. معظم الترانسفير ار ان اي بتبقى
شبيهة لبعضها وبتاخد شكل كلوفر ليف لايك ستراكشر. بتبقى مكونة من مجموعة من اللوبس. أول لوب بنسميه دي لوب من ناحية الفايف برايم إند اللي هو الدي لوب، وده بيحتوي على الداي هيدرو يورودين، عشان كده بنختصره بحرف الدي. بأول لوب بيظهر واللي بيكون شكل الكلوفر ليف ستراكشر هو الدي لوب. الميدل لوب بنسميه الانتي كودون لوب، وده بيحتوي على الانتي كودون اللي هو عبارة عن سبيسيفيك بيز سيكونس اللي بيعمل بيرنج مع الكودون الموجودة على المسنجر ار ان اي. زي ما احنا قلنا الترانسفير ار ان اي وظيفته ان هو الكي اللي بيقرا المسنجر ار ان اي على حسب الكودز الموجوده، فبيقدر يقرا المسنجر ار ان اي عن طريق الانتي كودون الموجود عليه، وبيقرا الكودز الموجوده على المسنجر ار ان اي اللي بنسميها الكودون. فيبقى على المسنجر ار ان اي بنسميها كودون، وعلى الترانسفير ار ان اي بنسميها الانتي كودون. بيبقى في بعد كده الفاريبل لوب، ودي عباره عن لوب صغيره بتبقى فاريبل في اللينس بتختلف ما بين الديفرنت تايب من الترانسفير ار ان اي. اللوب اللي بعد كده وهي بنسميها السودو يوريدين لوب، بتحتوي على الريبوسايمدين والسودو يوريدين، ودي عبارة عن موديفايد نيوكليوتايد بتبقى موجودة في المنطقة دي، عشان كده بنسمي اللوب باسمها سودو يوريدين وريبوسايمدين. آخر منطقة وهي بتبقى موجودة على الثري برايم إند بتبقى السي سي اي سيكونس، ودي عبارة عن الامينو اسيد اتاتشمنت سايت، دي المنطقة اللي بيتحد الترانسفير ار ان اي مع الامينو اسيد، وكل نوع من الترانسفير ار ان اي بيتحد مع سبيسيفيك امينو اسيد، والامينو اسيد بيتحد في المنطقه المحدده عند الثري برايم اند اللي احنا بنسميها السي سي اي اريا او الامينو اسيد اتاتشمنت سايت. النوع الثالث وهو الريبوسومال ار ان اي. الريبوسومال ار ان اي اللي احنا بنختصره بالار ار ان اي هو برضو بيبقى سنجل ستراندد ار ان اي، ولكن بيبقى موجود في جلوبولار فور. جلوبولار فور معناه ان هو بيعمل فولدنج حوالين نفسه، وبيبقى موجود في كومباوند ستراكشر، ما بيبقاش شكل مفرود، لا ده بيبقى شيء زي ما احنا شايفين في الشكل موجود قدامنا ده. ده عباره عن جلوبولار ستراكشر، معناه ان هو بيلف حوالين بعضه في الكومباوند فورم بالشكل ده. الريبوسومال ار ان اي بيبقى مميز عن النوعين اللي قبل كده ان هو بيتحد مع البروتين، وبيبقى عباره عن نوعين. نوع بيتحد مع البروتين وبيكون لارج ريبوسومال سب يونت، والنوع الثاني بيبقى سمول بيتحد مع البروتين وبيكون السمول ريبوسومال سب يونت. بعد كده لارج ريبوسومال سب يونت بتتحد مع السمول ريبوسومال سب يونت، والاثنين مع بعض بيكونوا الريبوسوم. فمره ثانيه يبقى الريبوسومال ار ان اي هو كومباوند او جلوبولار ار ان اي مكون من اثنين سب يونت، لارج سب يونت وسمول سب يونت، بيتحد مع البروتين وبيكون اللارج ريبوسومال سب يونت والسمول ريبوسومال سب يونت، والاثنين بيتحدوا مع بعض وبيدينا الريبوسوم داخل السيتوبلازم. وطبعا الريبوسوم هو البروتين ميكينج ماشينري، او هو المسؤول عن تصنيع البروتين في السيتوبلازم. الريبوسوم الار ان اي بيتصنع داخل النيوكليس من خلال الار ان اي بوليميريز اللي بيقدر يصنع الريبوسوم والار ان اي من الار ار ان اي جينز الموجود على الـ DNA. ده الجين المسؤول عن تكوين الريبوسومال RNA داخل النيوكليس. والريبوسومال RNA بيكون من أكتر من سيجمنت زي ما احنا قلنا، وبيحصل لها موديفيكيشن بحيث ان هي في النهاية بتطلع وتكون اثنين سب يونت، لارج سب يونت وسمول سب يونت. لارج سب يونت بتشمل الـ 28S والـ 5S والـ 5.8S، ثلاث أنواع أو ثلاثة فراجمنت من الريبوسومال RNA بيتحدوا مع بعض بالإضافة للبروتين وبيكونوا اللارج ريبوسومال سب يونت، بينما السمول ريبوسومال سب يونت بتتكون من الـ 18S يونت، والS يونت احنا بنسميها السيديمنتيشن كوافيشنت أو السيديمنتيشن يونت، وفي النهاية بتتحد اللارج ريبوسومال سب يونت مع السمول ريبوسومال سب يونت، والاثنين بيكونوا الريبوسوم في السيتوبلازم. الريبوسومال RNA زي ما قلنا هو بيكون الريبوسوم اللي احنا بنسميه البروتين ميكينج ماشينري، المكان اللي بيتم فيه تصنيع البروتين، وده بيتم من خلال ان الريبوسومال RNA بيعمل فيزيكال موفمنت along المسنجر RNA مولكيول، معناه ان الريبوسوم بيعمل موفمنت على المسنجر RNA عشان يقرا الجينيتك كودز الموجوده على المسنجر RNA،
وبيعمل كاتاليسيس او اسمبلي للامينو اسيد مع بعضها بحيث ان هي تكون البروتين. زي ما احنا شايفين كل امينو اسيد بيتحد مع التاني اللي احنا بنسميه عملية اسمبلي، وفي النهاية بيجمع مع بعضه وبيعمل نوع معين من البروتين. فهيبقى اول وظيفة المهمة جدا للريبوسوم الار ان اي ان هو بيعمل فيزيكال موفمنت او بيمشي على المسنجر ار ان اي، بيقرا الجينيتك كودز الموجودة على المسنجر ار ان اي. الفانكشن الثانية وهي عملية البايننج مع الترانسفير ار ان اي. زي ما احنا قلنا الترانسفير ار ان اي هو اللي بيتحد مع الامينو اسيد، عشان كده الريبوسوم الار ان اي بيعمل بايننج مع الترانسفير ار ان اي على حسب الكودز الموجودة على المسنجر ار ان اي. زي ما احنا شايفين كل كود بتعمل بيرنج مع سبيسيفيك ترانسفير ار ان اي اللي هو بيعمل بايننج مع سبيسيفيك امينو اسيد. بعد كده الريبوسوم بيعمل اسمبلي للامينو اسيد وبيحولها لبروتينز، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في عمليه الترانسليشن. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا على الار ان اي ستراكشر اند فانكشن، والنيكست فيديو ان شاء الله هنتكلم على ترانسكريبشن وكمان عمليه الترانسليشن بالتفصيل وازاي بتكون البروتين بواسطه الريبوسوم داخل السيتوبلازم.